معي عبر الهاتف من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي محمد العمامي. سيد العمامي، مساء الخير. الجيش الليبي إذن عازم على إعداد ملف ووثائق تدعم موقف قطر من ليبيا وسعيها لإثارة الإرهاب في قطر ويدين قطر. أيضا القاهرة تنوي رفع دلائل أمام مجلس الأمن لإدانة قطر. هل نستطيع أن نقول أن ذلك كله يندرج ضمن خيارات الدول الداعية لمحاربة الإرهاب في الخطوة المقبلة تجاه قطر؟ مساء الخير يا سيدي الكريم. أول، أنا أتعجب كثيرا، نحن في بعد جغرافي كبير عن قطر ولم نسلم من 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 مما تقوم به مصرية، ولكن أصبح الآن الأمر معروفا للعالم وأجمع، وبات واضحا من تسبب في دمار ليبيا حتى الآن، ومن تسبب في حروب، ومن تسبب في قتل 5200 شاب لا لشيء إلا لأن قطر لها. بالتالي أعتقد حق الآن لهذه الدول كلها أن تطالب بحقها من هذه الدولة المتطاولة المؤذية التي لا أحد يعلم إلا ما سنعرفه من مؤامراتها تجاه الوطن العربي أجمع. طيب. كان الله في عون القريبين منها ومنهم دولتكم الفتية، ونتوقع ونأمل أن يحق الحق وأن نقتص من هؤلاء الذين بهدلوا وأذوا الشعب الليبي. نعم سيد العمامي، ليبيا إذن تمكنت من تحقيق تقدم تجاه إثبات ضلوع قطر في دعم الإرهاب ومناهضتها للاستقرار في ليبيا الدولة الشقيقة، لكن برأيك هل سيكون لهذا الإثبات أي أثر على الواقع في ليبيا؟ هل ستتمكن ليبيا من فرض سيطرتها على الدولة؟ هل ستتمكن من القضاء على المتطرفين؟ هل ستتمكن من قطع أذرع قطر داخل ليبيا؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا الكشف لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا؟ الشق الشرقي من ليبيا وهي وإقليم بارقة تحديدا والمنطقة الممتدة من حدود مصر الشقيقة إلى المواني النفطية صارت بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي. هذا الجيش الفتي الذي تأسس في الواقع لمواجهة بدء أو بداية إرهاب القطري. فنحن نعلم أن بداية الاختلاف كانت برعاية وبتنظيم وبمؤامرات قطرية، وبالتالي الآن أصبح الشرق كله خاليا من الإرهاب إلى حد كبير. نعم، شكرا جزيلا لك. الأمن استقر تماما في هذا في هذا في هذا الشق. نعم. ونأمل أن يطال بقية المناطق. نعم. التي ما زال لها أذرع وعملاء يعملون من أجل مآربها، والتي بالتأكيد سوف تنتهي لأن العالم بدأ يعرف تحديدا ما تقوم به قطر. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الليبي من القاهرة محمد العمامي.